من موقع المصري اليوم نقرأ: وزير المالية تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة وصرف حوافز المعلمين في 10 فبراير. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك لجنة في وزارة المالية تعمل على جدول زيادة الرواتب الخاص بالمعلمين، وبالتأكيد بأن هناك تشوهات تحتاج إلى التعامل معها وحلها. وأضاف معيط خلال تصريحات أمس أن الفترة الماضية تأثرت رواتب العاملين سلبا بسبب مراحل الإصلاح الاقتصادي التي مرت بها الدولة، وبسبب جائحة كورونا، وبسبب حدوث نوع من التضخم. وأوضح معيط أن الدولة المصرية استطاعت أن تقوم بالسيطرة على التضخم، وهذا ما يساعدنا على صرف حوافز المعلمين بداية من 10 فبراير الجاري، مؤكدا أن اللجنة المشكلة تعمل على تحسين أجور العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بزيادة الأجور في فترة الإصلاح الاقتصادي حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادي.